متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية. هذه صور الأقمار الاصطناعية التي تشير إلى وجود تشكيلات من السحب والغيوم الرعدية التي تكاثرت في ساعات ما بعد ظهر هذا اليوم فوق المرتفعات الجبلية الشمالية من المدينة المنورة، مرتفعات المدينة المنورة بحد ذاتها، إضافة إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية تخللها بعض السحب الركامية الرعدية الممطرة، سحب أخرى منتشرة في القطاع الشمالي الغربي من المملكة. تستمر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة بالتأثير على المملكة خلال 24 ساعة القادمة على النحو التالي، إذ تبقى فرص مهيئة لهطول بعض الزخات الرعدية من الأمطار في الأجزاء القريبة من المدينة المنورة، بعض المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، وقد تمتد بعض السحب تشمل أجزاء من منطقة حائل. خلال ساعات نهار يوم غد الأحد يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تنشط السحب الركامية الرعدية الممطرة على مرتفعات الطائف، بعض الأجزاء الغربية الشرقية من مرتفعات مكة المكرمة، مرتفعات المدينة المنورة، قد تصل بعض السحب إلى مرتفعات الجنوبية من تبوك، وأيضا ربما تخطر بعض الزخات المحلية من الأمطار كما نلاحظ في المنطقة الممتدة والقريبة من حائل، وربما أيضا الأجزاء الغربية من القصيم. هذه الأمطار أيضا تمتد إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية ولكن على شكل زخات متباعدة جغرافيا وزمنيا فوق تلك المرتفعات، سواء مرتفعات الباحة وعسير أو مرتفعات أبها، وبالتالي الفرصة إجمالا موجودة ولكنها متقطعة ومتباعدة، والفرصة أفضل كلما اتجهنا نحو المرتفعات أكثر شمالا مثل مرتفعات الطائف وأجزاء مرتفعات مكة ومرتفعات المدينة المنورة وبعض من مرتفعات تبوك شمالا كما نلاحظ بمشيئة الله تعالى. تتراجع فرص هطول الأمطار تدريجيا مع ساعات مساء يوم الأحد. في المقابل يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تكون هناك يعني بعض الرياح نشطة في الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة، ولكن ما هو مميز نشاط الرياح أو بداية نشاط مرياح ما تسمى برياح البوارح، وهي عبارة عن رياح شمالية تمتد من الأراضي الكويتية الأراضي الشرقية للمملكة العربية السعودية وصولا إلى منطقة الإحساء وأيضا باتجاه مناطق الجنوبية. كل يوم من أيام هذا الأسبوع يتوقع أن تشتد هذه الرياح وتعمل على إثارة الغبار والأتربة، فمثلا غدا الأحد يتوقع أجواء مغبرة للغاية في المنطقة الجنوبية من العاصمة الرياض ومنطقة الإحساء والمنطقة الجنوبية الشرقية من المملكة، وتمتد أيضا بعض من هذه الرياح تصل إلى منطقة وادي الدواسة وربما تصل إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. كما نلاحظ يوم الاثنين استمرار هذه الرياح الشمالية الشرقية بشكل لافت. على الجانب الآخر يوم الاثنين يتوقع بمشيئة الله تعالى في ساعات النهار الأولى أن تتعرض منطقة مكة المكرمة لرياح شرقية نشطة تعمل على رفع درجة حارة بشكل كبير جدا في ساعات النهار، ولكنها تتراجع مع هبوب رياح شمالية غربية في وقت متأخر من ساعات النهار، وبالتالي هناك تباين حاري سيكون ملاحظ بشكل واضح في مكة المكرمة يوم الاثنين في نفس ساعات النهار بمشيئة الله تعالى. هذا ما سنلاحظه أيضا في درجات الحارة، درجات الحارة تشير بشكل عام إلى أن درجات الحارة مرتفعة للغاية وهي أعلى من المعدلات المعتادة على طول الواجهة الشرقية والوسطى من المملكة بالتزامن مع اندفاع هذه الرياح النشطة، درجات حارة في مستويات أربعينية، ويستمر هذا الارتفاع في درجات الحارة أيام الأحد والاثنين تصل إلى منتصف الأربعينيات في بعض المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة العربية السعودية. العاصمة الرياض أيضا على موعد مع ارتفاع كبير جدا في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، وأيضا حتى في مكة المكرمة هناك منطقة صغيرة نسبيا ترتفع بها درجات الحرارة لما يفوق تقريبا هذه المنطقة المشار إليها بهذه الألوان إلى ما يفوق 45 درجة مئوية، ولكن لساعات محدودة قبل أن تهب رياح شمالية غربية قادمة من البحر تعمل على خفض درجات الحرارة في وقت متأخر من نهار يوم الاثنين. بالعودة إلى الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة الرياض في درجة حرارة 30 درجة مئوية والأجواء غالبا صافية، ربما بعض السحب قد تظهر في الأجواء خلال ساعات الليلة القادمة. توقعات الأحوال الجوية خلال ثلاث أيام القادمة الأجواء حارة للغاية، نتصل من 43 يوم الأحد إلى 45 أيام الاثنين والثلاثاء وتستمر بالارتفاع بمشيئة الله تعالى. الأجواء شديدة الحرارة لاهبة في العاصمة الرياض ودرجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، وتستقر درجات حرارة في ساعات الليل عند حاجز 30 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. دعونا الآن نستعرض درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين وأحوال الطقس في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها من الشمال في تبوك من 38 إلى 25، في سكاكة 39 إلى 26، وفي عرعر من 39 أيضا إلى 26 درجة مئوية. في المناطق
الغربية المملكة في جدة من 36 إلى 30، 44 درجة مئوية في المدينة المنورة، أجواء حارة للغاية لكن مع فرص لبعض التشكيلات من السحب الركامية الرعدية الممطرة، والصغرى 34، في مكة المكرمة 45 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 33، والأجواء حارة للغاية، في الطائف 35 إلى 26 مع فرص لبعض الزخات المحلية والرعدية من الأمطار في ذات الوقت. مرتفعات جنوب غرب المملكة لا يمكن تحديد بالدقة الأماكن التي قد تتعرض بها لأمطار، لكن الفرصة موجودة على شكل زخات في الباحة 31 إلى 22، وفي أبها من 31 إلى 20، وفي جازان من 39 إلى 30 درجة مئوية. شرقا انتقالنا للإحساء غدا 46 درجة مئوية في ساعة النهار مع أجواء مغبرة ونشاط في سرعة الرياح، والصغرى 27، في الدمام 42 إلى 30، وفي حفر الباطن من 46 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 29، والأجواء أيضا لاهبة للغاية حتى في حفر الباطن. ختام هذه النشرة، في المناطق الوسطى في العاصمة الرياض وفي القصيم 43 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى ما بين 29 و30 درجة مئوية مع فرصة لبعض الزخات المحلية من الأمطار في الأجزاء الغربية من القصيم، وفي حائل العظمى غدا 39 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى ليلا 26، أيضا هناك فرصة لبعض الزخات المحلية من الأمطار في المناطق المحيطة داخل منطقة حائل. إذن هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.